أسوان. نعود مرة أخرى إلى أسوان، وضمن الفعاليات المتنوعة لأسبوع الشباب وتشجيعا للصقل وتنمية مهارات الشباب، قام محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بتفقد الأعمال التي يقوم بها كل من الفنانين مها جميل وعلي عبد الفتاح من أبناء أسوان، بالإضافة لأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين والتي تتمثل في تنفيذ جدارية على سور مكتب البريد ومدرسة أسوان التجريبية بشارع كورنيش النيل القديم. وتدعو الجدارية إلى التفاؤل ونشر الإيجابية وبث روح الأمل بين المواطنين، لتنعكس هذه الطاقة الإيجابية على المرة من المصريين والأفواج السياحية. وقام الفنانان بتنفيذ الجدارية في أسبوع من خلال رسم وجوه لعشرة أشخاص في أعمار سنية متعددة تعبر عن الطابع الأسواني كما تتابعون. وقد أشاد محافظ أسوان بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة الذين حرصوا على تسخير إبداعاتهم في خدمة مجتمعهم بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية نموذجية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعي لتضاف إلى البانوراما الجمالية التي تشهدها المحافظة. هذا وكلف محافظ أسوان رئيس المدينة بتنفيذ أحواض مدعمة بالنجيل الصناعي بلمسات حضارية لوضعها في محيط الجدارية لضمان الاستمرارية ولتحقيق التأمين الكامل لها للحفاظ على سلامتها من أي تشويهات مستقبلية، لا سيما في ظل حرص المواطنين والزائرين لالتقاط الصور التذكارية بها، على أن يتوازى ذلك مع اختيار بعض المواقع المميزة داخل المدينة لتجهيزها لتنفيذ المزيد من الجداريات الجمالية.